الألغام والخنادق والطائرات من دون الطيار عقدة روسيا العسكرية لأوكرانيا في الحرب. ألقت كييف باللائمة على المسيرات الانتحارية، واعترف رأس جهاز الاستخبارات الأوكرانية كيريلو بودانوف أنها العقبة الرئيسية التي تجعل الهجوم المضاد يسير بشكل أبطأ مما كان متوقعاً، واشتكى أنها المعضلة التي تبطئ تقدم القوات المسلحة الأوكرانية. وأوضح بودانوف أن بلاده عازمة على مواصلة العمليات الهجومية المضادة بشكل أو بآخر حتى بعد حلول الشتاء القادم وما يصحبه من طقس صعب بارد يجعل القتال أكثر صعوبة. وأعلن الجيش الأوكراني أنه حقق تقدماً متواضعاً على خط الجبهة الجنوبي في منطقة تافريا بأكثر من كيلومتر واحد. من الجهة الروسية تواصل موسكو عملياتها الجوية وخصوصاً بالطائرات المسيرة، وأعلنت وزارة الدفاع أن إحدى مجموعاتها بدعم من الطيران والمدفعية صدت هجومين شنتهما مجموعة من اللواء 25 المحمول جوًا للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كوزيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. وأضافت في بيان أن وحدات مجموعة الجنوب من القوات الروسية على اتجاه دونيتسك بالتعاون مع الطيران والمدفعية صدت هجومين من قبل ألوية آلية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فوديان وكراسنوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.